ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن نوع كلب من اكتر الانواع المحبوبة في العالم، وهو الكولي. اولا تاريخ النوع. سلالته بتنحدر من اسكتلندا وانجلترا، وبيرجع تاريخ السلالة للعصور الوسطى. ثانيا شكل النوع. شكله جميل جدا وفروته كثيفة وطويلة. بيتراوح وزن النوع من 22 ل 32 كيلوغرام، وارتفاعه من 50 ل 60 سنتي، والوانه متعدده. بيكون ابيض في بني او ابيض في اسود او جراي او ابيض في اسود في جراي. ثالثا استخدامات النوع. كان بيستخدم كلب راعي، كان بيرعى الماشيه في انجلترا وما زال، ولكن مش على نطاق واسع زي الاول. استخداماته دلوقتي اكتر ككلب عيله وشو. رابعا سلوك النوع. كلب ودود جدا وبيحب الناس والاطفال، ويعتبر من اذكى انواع الكلاب في العالم. ذكي جدا وسريع التعلم والاستيعاب وطاقته عاليه. خامسا رايي الشخصي. كلنا طبعا فاكرين مسلسل الكلب لاسي اللي هو كان نفس نوع الكلب ده. فلو انت بتحب الكلاب الذكيه ولطاقتها عاليه وشكلها جميل جدا ومميز ومش شرسه، فالكلب ده مناسب جدا ليك. شكرا للمشاهدة. أعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.